مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم من أجل الكويت. اليوم راح نركز على الرسالة الإعلامية التوعوية، حيث أن الرسالة الإعلامية التوعوية والتنبيهية وقت الأزمات أحد مواد السياج الآمن والحامي للمجتمع. وبالطبع تنفق دول مئات الملايين من الدولارات للترويج الإعلامي وإقناع مجتمعها بما تقوم به من إجراءات، سواء كانت عسكرية أو تقشفية أو ما إلى ذلك. وعلى عكس ما يروج الإعلام الغربي، فإن أجهزة الإعلام تخضع لرقابة مشددة في دولها وقت الأزمات. الإرهابيون من جانبهم يستغلون الإعلام لمآرب أخرى خبيثة، منها الشهرة والإيهام بقوتهم وبث الرعب في النفوس لتخويف المجتمع ومحاولة إخضاعه. ونادرا ما ينجح التطرف في الوصول عبر الإعلام إلى أشخاص يعانون من ظروف نفسية واجتماعية معقدة، إلا أن الغالبية الكاسحة من الجمهور تعي وتفهم أبعاد تلك المحاولات الدنيئة وتنضم لدولها في الحرب على الإرهاب وقهره. بداية مشاهدينا الكرام، نرحب بالدكتور عيسى العميري، ضيف برنامج من أجل الكويت. نرحب فيك دكتور معنا في برنامجنا. يا أهلا فيك أستاذ سعد، إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو نتابع هذا التقرير ومن ثم نرجع لدكتور عيسى العميري في الاستوديو. الإعلام آلة متعددة الاستخدامات والأشكال، يلجأ إليها أي مجتمع للتوعية والتثقيف وللتسلية أيضا، كما يلجأ إليها الإرهاب لترويع ذلك المجتمع وضرب وحدته. وعندما تحارب أي دولة الإرهاب يطرأ تغيير على سياستها الإعلامية بهدف تحصين المجتمع، فيتم تغليب المصالح العليا للدولة ويراعى تنسيق السياسات الإعلامية بين وسائل الإعلام المختلفة للدولة، كما يراعى عدم تقديم تحليلات أو آراء تخدم الإرهابيين بزعم الحياد. ويتم التعامل مع الحادث الإرهابي باعتباره عدوانا على الدولة والتنسيق مع الجهات الرسمية لا سيما الأمنية لنشر الخبر الصحيح بالسرعة المطلوبة لنشر الطمأنينة. وبالتأكيد فإن هناك سياسات إعلامية استباقية لإفشال الأفكار والمخططات الإرهابية. على الجانب الآخر، يلجأ الإرهابيون إلى تصوير ما يقترفونه من جرائم بأحدث التقنيات إذا استطاعوا، في رسالة تضليلية هدفها الإيهام بقوتهم ونفوذهم وانتشارهم. لكن هذا النوع البشع من الرسائل يأتي بنتائج عكسية تماما، وفي كل الحالات على المشاهد ألا يقتصر دوره على تلقي المعلومة من أي جهة فينشرها عن جهل أو عمد، بل عليه أن يتحرى الدقة ويتجنب السقوط في فخ الشائع. مشاهدينا الكرام، أهلا فيكم مرة ثانية في برنامجكم من أجل الكويت، وأيضا نرحب مرة أخرى بدكتور عيسى العميري معنا في برنامج من أجل الكويت. طبعا دكتور، بما أنك أنت أستاذ في العلوم السياسية، وايد هنالك أسئلة نحب نسألك إياها اليوم بتخصصك العلوم السياسية. دائما الناس فيها رغبة في أنها تعرف الحقائق للحوادث الإرهابية بتفاصيلها، على الرغم من أن هنالك الكثير من الناس اللي تقول بأن هنالك هذه التفاصيل ممكن أنها تزرع الخوف في قلوب الناس وتساعد الإرهاب في نقل رسالته. شنو ردك عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شرفني أكون ضيف عندكم في وزارة الإعلام، والشكر موصلكم على الاستضافة، وأشكر الأستاذة باسمة دائما متميزة في الطرح الموضوع. في البداية يعني دور مثل ما تفضلتي بالسؤال، أن يعني أول شيء طبعا أعزي الشهداء اللي تم يعني استشهدوا في الإمام الصادق رحمة الله عليهم، أسأل الله يشافي جرحاهم إن شاء الله. وكذلك بالنسبة للسؤال، أن الحمد لله يعني اللي حصل في دولة الكويت طبعا شيء غير مسبوق في تاريخ دولة الكويت، لأن دولة الكويت تعتبر من يعني من الدول الرائدة في الأمن والاستقرار على الصعيد أجمع، هذا بشهادة العالم أجمع. وعندما تم اختيار سمو الأمير قائد الإنساني ما أتى من فراغ، ولكن أتى
لحب الأمير، لاحتضان الأمير حتى في الدول المنكوبة وكوارث الدول المنكوبة على صعيد متصل. لو تكلمنا عن المؤتمر المانحين في سوريا، المؤتمر المانحين الأول، الثاني، الثالث، كذلك القمم العربية التي تعقد في دولة الكويت، كذلك التقارب بين الدول العربية والدول الآسيوية. فكان سمو الأمير متميز وفي يعني في وصول رسالة الكويت بأن الكويت مع الإنسانية ومركز للعمل الإنساني، مركز العالم الإنساني. فعندما أتى سمو الأمير وتم تكريمه قبل الأمم المتحدة في 9/9/2014، ما أتى من فراغ إلا جهد وحثيث. وطبعا هذه نهني نفسنا على سمو الأمير أنه كان قائد الإنساني، لأن هذه تعتبر الأوحد وغير مسبوقة في تاريخ دولة الكويت وبالعالم أجمع. لو نظرنا بأن الحدث الذي تم في دولة الكويت حدث يعني لم يخطر ببال أي إنسان، لأن الكويت دائما مسبوقة ومعروفة لدى الكل في طيبها مع شعبها وبلد مسالم، وكافة الأطياف موجودة على هذه الدولة الحبيبة. يعني كافة الأطياف، كافة الديانات، كافة الأمور، كل واحد لا معبده، كل واحد لا صلاته، من غير متدخل في الأمور الثانية. لو نظرنا في أمور ثانية، محاولة يعني لو رجعنا في الأساس اللي هي يعني مثلا مشكلة الدول العربية أو الربيع العربي أو مسمى في بالي الخريف العربي أو حتى مو خريف، شوهوا الفصول بعيوننا، شوهوا الفصول الأربعة مثل ما تفضلت في عيوننا. فبالتالي هذه الفصول اللي أجمعوها في دولة في العالم أجمع وأتى من تقاعس الأمم المتحدة في حل مشاكل كثير من الدول العربية، أتى بنزعة أن هذه النفوذ أو ما يسمى بداعش أن تأتي في الدول هذه كلها وتسيطر عليها وتشوه دول يعني دولة الكويت وتشوه الإسلام بمعنى أصح. صحيح. لأن لو نظرنا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا هو في الأديان ولا هو في السماوات ولا هو حتى في الأشهر الحرم الذي يحدث الاقتتال هذا، وكل يبيح الدم الثاني بلا منطق ولا عقل ولا يعني ولا نصوص مذكورة. فالواحد لما يكون مسلم ينظر للأمور قاعد تحدث صراحة ما يعطينا إلا اشمئزازا وتقهرا وحدة من الوضع الشنيع الذي أتى. وهذا يعني كانت عبارة عن رسالات سابقة بما يسمى القاعدة بعد انتهاء الحرب الباردة اللي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وبالتالي انتشار القاعدة في يعني في أفغانستان وبروز بما يسمى القاعدة داعش. فهذا كله تقاعس من الأمم المتحدة التي أوصلتنا اليوم بما يسمى بداعش في المنطقة، فتارة في سوريا، تارة في العراق، قبل فترة كانت في المملكة العربية السعودية، اليوم في دولة الكويت. للأسف يعني كان دولة الكويت مسالمة في كافة سواء المواطنين أو الوافدين. فاليوم نرى هذا الخطر الذي يحدق بنا من كل حدب وصوب، وبالتالي نرى اليوم بأن الكويت يعني مقبلة على الحمد لله مزيدا من الحريات ومزيدا من يعني التطور، مزيدا من الديمقراطية، مزيدا من حب الآخرين. ما عندنا الأمور هذه كلها. واليوم يعني بما يسمى خطر داعش في دولة الكويت، اليوم يعني على الوزارات، يعني يمكن راح نتكلم في الشق الثاني، على الوزارات أن تعي بالأمور هذه كلها. بس اليوم يجب على دولة الكويت أن تتصدى لما يسمى بالإرهاب، لما يسمى بالخطر الداعشي، بما يسمى بالتنظيمات الإرهابية التي لا تعرف لا دين ولا قرآن ولا صلاة ولا حتى ديانات يعني سماوية. يعني دكتور مثلا أنا يعني إحنا راح نحاول نفند وايد نقاط، نعم. أنت قاعد تحاول أنك تذكرها، بس على الأسئلة اللي ودي أطرح لك إياها، يعني الإرهابيين مثل ما يقولون يلجؤون إلى فكرة التصوير، بعض الناس يضحكون يقولون حشا تصوير هوليوودي في إعدام الضحايا اللي يحطونه على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. شلون نحاول إن نحد من رسالتهم الدنيئة اللي هي تبين انهم ناس قوايا ولهم سيطره وثقل في المجتمع؟ نعم، مثل ما تفضلت سؤالك ممتاز. يعني احنا اليوم لما نشوف داعش يصور، يعني ابتداء من حادثه الطيار معاذ كساس بل الاردني الذي يعني الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين، المنظر اللي كان البشع هذا، المنظر غير مسبوق بان يعني تصور هذه، يعني حتى ايام الرسل كانوا يتبادلون حتى في السجناء. فانت اليوم نكرت كل الاديان وكل السماوات كلها. فبالتالي اليوم معاذ الكساسبه وغيره
من يعني انا حتى قاعد اشوف الفيديوهات، يعني صراحه يعني لا تنم عن الاسلام، بالعكس يعني في فئه يعني تزيدك اشمئزازا لما نراه. يعني اليوم معاذ كساسبه مات محروقا، قبل فتره قاعد نشوف حتى الناس قاعد ينزلوهم يعني نحروهم هذا النحر، بالاضافه الى يعني قتلهم طبعا وهم احياء عن طريق اللي هو القرق، مال القرق. فبالتالي اليوم في للاسف في قنوات مستفيده من هالشيء، في قنوات قاعد تظهر لهذا محاوله لاضعاف النفوس، محاوله لعدم استقرار الدول المحيطه، محاوله بشغله بسيطه تصويرها بانها عمل ضخم في هذه الدول، فمما يثير الرعب لدى المواطنين، لدى الوافدين، وعدم استقرار الدول. يعني الكويت مثلا، اتكلم عن الكويت، كانت بلد الامن والامان والاستقرار من كافه بدايتها ونشاتها الى اليوم. يعني حادثتين تذكر، يعني حادثه اللي هو الغزو الصدامي عسى الله لا يعيده، وحادثه هذه اللي اريناها الفتره الماضيه اللي حادثه المسجد الامام الصادق. فبالتالي يجب على الاعلام، يجب على الإعلام ان يكون حذر، ان يكون مصداقي في الطرح الموضوع، ما يحط اي اخبار لان هدفها عدم استقرار الدول وترويع المواطنين الامنين في بيوتهم. يعني انت دكتور قاعد تتكلم عن القنوات، هذه القنوات اذا احنا بنتكلم عنها نقول لك القنوات هذه قاعده تبث هذه الافلام، الى جانب انها تقابل المتطرفين، اصحاب الفكر المتطرف والارهابي. بس انت باعتقادك، ما تعتقد ان المشاهد أذكى من أن تسيطر عليها القنوات ويرجع في النهاية إلى القنوات الصحيحة علشان يأخذ المصداقية منها؟ نعم، هو مثل ما تفضلتي، يعني هذه نظرة سلبية أنا أشوفها، وكذلك أنت تشوفين أستاذة بسمة والعالم أجمع يشوفها، ولكن كيف نحول النظرة السلبية إلى نظرة إيجابية؟ بالعكس يعطينا قوة، يعطينا تلاحم، نحاول نوصل الفكرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعني دش الدول، كان لما يدخلون غزوات كان ينصح الناس، يا جماعة أن عندكم كذا عليكم بالإسلام وإلا فما يدش مثل ما قاعد يعمل في داعش. هذا داعش يعني لا ينمى فيه لا الإسلام ولا الأديان ولا الأمور هذه كلها. الشيء الثاني لازم نوعي المواطنين. أنتم المواطنين يوم أمام خطر محدق بكم، عليكم الحيطة والحذر، عليكم النظرة هذه السلبية تحويلها إيجابية، الطمأنينة بين الأهل، بين الأقارب، التسامح حتى في المساجد، يكون متواصلين حتى عن طريق اللي هي اتمنى تكون في دعايات يعني تكون مسوقه لما تخدم هذه القضيه. دام انك قلت عن الدعايات، حضره صاحب السمو الله يحفظه ويطول عمره قال في خطابه في العشر الاواخر بان من انجح البرامج كانت الكويت تسمع. نعم. وبعد ما سوينا سيرش بسيط على حضرتك، انت كنت من الاشخاص المؤسسين لهذه الرساله. نعم. لو تحدثنا عنها شويه. والله انا لم كلمتش يعني عن سمو الامير، يعني شهادتي في مجروحه الشيخ صباح الاحمد جابر صباح الله يحفظه ويطول عمره. يعني صراحه لو رجعنا عن تواصلي معه قبل فترات، يعني سنوات ماضيه، باني كان لي الشرف اني اكون عنده يعني ضيف في 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 قصر السيف، وكنت عملت كتاب بعنوان صباح السمو والرفعه، وكان لي الشرف اني اكون يعني من مصير المراه في رسالتي الدكتوراه، كان الديمقراطيه الكويتيه وصول المراه البرلمان في عهد دوله الكويت الديمقراطيه اللي يعني سطرت اروع الامثله. فالحمد لله كان زياره لسمو الامير كان الاب الروحي، الاب اللي فعلا يعني انا ما اقدر اوصفه ولا اتكلم عنه، ولكن ما اقول الا طبعا اب حكيم لابناء اعزاء. يعني لو سطرنا طلعنا من الجانب النفسي، طبعا يعني هذا بعد زيارتي لسمو الامير، اذاني اتصال نفس اليوم مساء وحدثني مدير مكتب سمو الامير احمد الفهد، امسي عليه ابو فهد، وقال لي اختارك سمو الامير بانك تكون من ضمن المؤسسين لبرنامج الكويت تسمع. فكان طبعا شرف لي غير مسبوق. طبعا انا يعني كان سمو الامير يعني حاطني بالاسم واختارني بالاسم من ضمن الناس اللي هم عملوا جاهدا في مشروع الوطني الكويت تسمع، ومكثنا فيه خلال السنه كامله. والله الحمد قدمناه لوزاره الدوله وعلى قدم وساق في كافه المجالات بما يخدم البطاله الكويتيه، الاستقرار، الوظيفه للمواطن الكويتي، عدم تغلغلها في امور ثانيه، لان الفراق يولد نوع من التطرف او غسيل الدماغ بمعنى. فبالتالي نشغل الشباب سواء صباحا او مساء بحيث يخدم الوطن ولا يضر الوطن، لان الوطن معطاء. لو نظرنا من جانب الانساني لزياره سمو الامير في
مسجد الإمام الصادق خلال نص ساعة من الحادثة. طبعا أنا أتكلم كدكتور، بس اللي مر فيه سمو الأمير أنا اللي يعني حتى الدكاترة وحتى المحكمين حتى المحللين حتى يعني سطر أروع الأمثلة سمو الأمير. في تماسك الأسرة في زيارته، حتى يوم قال سمو الأمير يعني هذه حادثة احتمال في سيارة أخرى أو في تفجير أو توجير آخر قريب من المكان، فقال هذيل عيالي. يعني هذا يعني سطر ملحمة وطنية كلكم واحد وحافظ على الوحدة الوطنية، لأن صراحة يعني لم نرى ولم نسمع على مر التاريخ أن أمير دولة يكون مع مواطنينه بأقل من نص ساعة ينزل ويجابه الخطر. نعم قبل المسؤولين، يعني كلمة صحيح. هذا شهادة العلن قبل المسؤولين، يعني مع احترام حق المسؤولين كافة. فسطر أو أضوع يعني أروع الأمثلة في زيارته للمكان الحدث خلال أقل من نص ساعة، وضرب لحمة وطنية ووحدة وطنية، وحاول يعني بكل المتطرفين أن يعني يشق الصف الكويتي والوحدة الكويتية والنسيج الكويتي والكيان الكويتي، ولكن والله الحمد هذه الملحمة سطرت لنا من أروع ما يمكن، وضربت أروع الأمثلة مش في الكويت بس ولا في دول الخليج ولا الإقليم ولكن العالم أجمع. اللي أذى فعلا يعني ما أتى سمو الأمير هذا من فراغ القائد الإنساني، ولكن فعلا يوم قال هذي العياني والدمعة اللي نزلت من عينه، يعني كل ما نرى الدمعة هذه والله العظيم يعني الواحد ما يشعر إلا الأبدان تقول يعني يا ريت إني يعني أنا أكلمك عن نفسي، يا ريت أحتضر يومي قبل أشوف دمعة سمو الأمير، لأن هذا قائد إنساني وسطر أول. إحنا ندعي له إن الله يحفظه ويطول عمره أبونا ومحتوينا ومحتوي الكل بدون استثناء. يعني وجوده ونزول حضرته هذه أيضا رسالة إعلامية، وبما أن إحنا قاعدين نركز على الرسالة الإعلامية وأهميتها، أيضا مارغريت تاتشر المرأة الحديدية قالت جملة، قالت الإعلام أكسجين الإرهاب. فهل تعتقد أن من ممكن أن يعيش الإرهاب بدون أكسجين اللي هو الإعلام؟ والله احنا يعني مثل ما تفضلت من مارغريت تاتشر، ولا ننسى وقفتها مع دولة الكويت عبان القز الصدامي، ولكن فعلا يعني ضربت أروع الأمثلة يعني. ولكن فعلا الإرهاب والإرهاب يعني لما يكون له دور، يعني أنا أشوف مثلا داعش عندهم تصوير، عندهم كاريزما، عندهم خطط، عندهم استراتيجية بعد. في دول تدعمهم تنظيمات مدربين على أحدث يعني لما حتى أسلحتهم حديثة، حتى البنيان الجسماني ما أتم فراغ، هذا كله تدريب ميداني، أسلحة متطورة، كاشفين الأمور حتى يتفننون في القتال والنحر والأمور، فبالتالي هذا ما أتم فراغ. اللي قاعد يشجعهم الإعلام، فالإعلام نعم. إحنا يجب عدم يعني رسالتنا حق المواطنين والوافدين بعدم الالتفاف في ما يعني يعني الإعلام قد يكون سيء بتصوير الأمور هذه كلها، ولكن عليك الأمور الإيجابية، أي رسالة يعني تأتيك بنحو أشخاص ولا الأمور عدم الالتفاف بها. هني نطالب وزارة الإعلام في حظر على بعض الحسابات اللي ممكن تسيء للمواطنين، ممكن أن تضرب المواطنين، ممكن يعني هذا الحج برأيك ممكن أن يقلل من أن يعطيهم أكبر من حجمهم في الجانب الإعلامي؟ نعم مدام هو يعني في ند وند مقابل، يعني ما يشوف داعش الحين يوم قاعد يصور هذا والإعلام وقاعد يبرز يعني يعطي أكبر من حجمه، فبالتالي راح يتمادى في التفنن، وهذا راح يتعاطف معه عن طريق وسائل الإعلام. فإحنا علينا تحت تحجيمهم وتهميشهم ولا ندر لهم أي بال، وعلى حتى دول مجلس التعاون الخليجي، وركز عليها دول مجلس التعاون الخليجي، على كافة الوسائل سواء الاستخباراتية أن تتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، سواء الإعلامية أن تكون صفا واحدا وعدم إعطاء للقنوات الخاصة أنا أركز عليها وليس الحكومية، بتفعيل الدور بأن تعطي الإعلام أكبر من حجمه بما يسمى لداعش أو غير داعش. علينا أن نتماسك حتى في قوانيننا في التربية في التعليم، عدم تمييز الطائفة على طائفة، حتى في الخطب حتى في المساجد راح نتناولها إن شاء الله بعد قليل، حتى في وزارات الدولة متعارف عليها أن تكون نبذ الإرهاب، نبذ الطائفة، عدم تفريق بين مواطن ومواطن. يعني حتى أيام يعني أيام الرسل يعني مؤمن يعني ما نفرق بين الشخص والآخر إلا بالتقوى، أي بالعمل الصالح وليس بالأعمال الإجرامية أو بالأعمال المنافية. بس إحنا ما ننكر إن أيضا كان في قنوات تبين إن والله هذا أصيل هذا مو أصيل، وكنا نضحك
نضحك عليها بس ما كنا ندري أنه ممكن يكون لها صدى بسيط، بس أنا أعتقد أن المواطن واعي. نعم. لأن وسائل التواصل الاجتماعي قاعدة تبين كل شيء. صح. طبعا من بعد الحادث دكتور أيضا كان هنالك اجتماع لمجلس الوزراء وتكلموا عن النظام الأمني. نعم. وكيفية تقوية النظام الأمني. بعض الناس قالوا أنه راح تصير أمور كثيرة ممكن راح تحد من الحريات، أنت شو رأيك؟ أنا من رأيي، أنا طبعا بعد زيارة الأمير الله يحفظه للإمام الصادق، هذا نوع من رسالة جامدة حق المواطنين كاملة. نعم. يعني نقف وراء سمو الأمير فيما يتخذ من قرارات، وكذلك سمو ولي العهد، وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء واجتماع مجلس الوزراء، وكذلك اجتماع مجلس الأمة في جلسة طارئة استثنائية. فهذه رسالة واضحة لكافة يعني الأطياف الذين يعني يعمل الحسبة أو حساب لأن تشيع اللي هو الإشاعة والأمور هذه كلها. هذه واحدة. النقطة الثانية، احنا عندنا قنوات وعندنا في تويتر، احنا شفنا فعلا كل طائفة تجرم الثانية فكانت حنكة اللي هو وزارة الداخلية وحنكة سمو الأمير بأن كل ذي حق يأخذ حقه، دع الأمور للنيابة، دع الأمور للقصاص، وكل ذي حق حقه. هني لو جينا تقييد الحريات، ما عندنا حرية، الحمد لله عندنا حريات في الكويت اللي أعلى مستوى، كانت يعني الكويت في مصاف الدول المتقدمة الحريات، ما عندنا قمع الحريات والله الحمد، كل ما هو موجود متاح. يعني سمعنا في قبل اسبوع ان في دول من السعودية الخليجي راح تحضر الواتساب والامور التواصل الاجتماعي، فاعتقد هذا ما راح يكون يعني مدروس الا يعني المراقبه عليه. انا من رايي تكون مراقبه عليه، لان داعش وما شابه داعش كيف يتم تجنيدهم؟ صحيح. لسوريا والعراق وما شابه عن طريق التواصل الاجتماعي. يعني حتى الحادثه الاخيره الشخص اللي اتى الكويت ما يعرف الشخص إلا عن طريق لباسه، عن طريق نعم. شكله، عن طريق كذا. كيف تم تجنيده؟ عن طريق الواتساب والفيسبوك وتويتر، فبالتالي وغسيل المخ، وغسيل المخ بالتالي، لأن هذه هي اللي قاعدة تساعد. فلو نحد منها أو نراقبها فبالتالي راح تكون التواصل الاجتماعي. وأنا حتى من هنا من وزارة الإعلام أطالب بأن تكثيف، نعم. تكثيف المراقبة على الأجهزة هذه كلها، عدم المساس لأي طائفة سواء بتويتر أو واتساب أو الفيسبوك، لأن تسيء لشخصك، تسيء لتربيتك. وأعتقد أن الموقف اللي عشناه دكتور، نعم. يعني أتمنى أنك أنت توافقني أن الموقف اللي عشناه بس خلاص، يعني كافي إن نرمز للأشخاص على حسب، نعم. طائفتهم ومللهم، لأن احنا في النهاية كويتيين، نعم. قاعدين نسافر برا ونتعامل مع أشخاص ما ندري حتى إذا كان ملحد، لكن نعم. نتعامل معاه بسياسة تقبل الآخر. بالضبط. يعني أنا مثل ما تفضلت، يعني أنا ما أجرم أحد ولا أكره أحد ولا أنبذ أحد، ولكن عامله لعمله لشخصه لذاته، نعم. بغض الأمور. ولكن عندنا بالكويت للأسف يعني في بعض الناس، يعني البعض القليل منهم مو الكل، يحب دائما يرمز هالشيء لأنه يبرز من الأفضل والأوحد، فبالتالي على شخص أو على طائفة أو الأمور. فبالتالي تكاثف الجهود كافة من وزارة الإعلام، من وزارة الداخلية، من وزارة العدل، من وزارة التربية، كافة الجوانب، لأن بإذن الله، لأن الحين ترى احنا بإذن الله مقبلين على العيد بإذن الله إن شاء الله، وراح تكون الأعياد، فالناس محتاجة العيد هذه، فبالتالي حتى يجب تكثيف يعني وزارة الداخلية على الأماكن. برأيك شنو هي العوامل والخطوات اللي ممكن إن احنا نعملها بحيث إن نخلي المشاهد يثق بإعلام دولته الرسمي بصورة أكبر، وبحيث إنه يبتعد عن القنوات الثانية اللي فيها لغط وحكي وتشويش للأذهان والأفكار؟ والله أنا بالنسبة لي أنا أتمنى حتى الإعلام الخارجي هذا اللي قاعد يأثر على دولة الكويت يتم عدم التعامل معه نهائيا، لأنه قاعد يضر بسمعة الكويت ويصور دولة الكويت بأنها قام، يعني أنا لما أشوف مشاهد كذي قام على الحريات، ضغط للحريات، ضغط للمواطن، فبالتالي عدم التعامل مع الإعلام الخارجي ووقفه. وأنت قلتها إعلام خارجي، يعني هو مو موجود في داخل الديرة ولا عايش فيها ولا شايف مجرد أنه يتوصل عن طريق المسج أو عند مراسل أو كذا، فبالتالي قاعد ينقل الصورة إذا سليمة ينقلها سيئة لمن صالحة، لأنه يعطي شو إعلامي كبير، لأن الناس هذه قاعد تشوف تصور الكويت. الحمد لله الكويت بلد إنساني، بلد دائم، فبالتالي لو نظرنا هالناحية. الناحية الثانية، إحنا اليوم أمام تضافر الجهود في كافة الأصعدة، في كافة الأصعدة لكي نرى بالإعلام، ويجب على المواطنين والوافدين الالتفاف مع القائد وللأمر سمو الأمير الله يحفظه، وعدم الالتفاف الجوانب الإيجابية اليمين أو اليسار بما يضر بسمعة الكويت، لأن اليوم سمعة الكويت فوق أي اعتبار. المواطن الكويتي كالوافد، ما عندنا تفرقة ولا عندها شيء، بالعكس. يعني أنا لو أضرب مثل،
يعني الكويت ولله الحمد حتى قبل فترات قاعد تطلع الناس تطلع وتعبر عن رايها بالساحات، ما عندنا اي اشكال بدليل العالم كله. لو نظرنا قبل فتره بسيطه في الولايات المتحده الامريكيه عند البيت الابيض، خرجوا مجموعه من المواطنين يطالبون بالقلاء المعيشي او كذا امام البيت الابيض، امهلوهم ساعتين. هذا نتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه اللي هي مصدر للديمقراطيه والحريات، فتم نعم. ازالتهم بعد الساعتين. انا مؤمن ان ما في دوله ملائكيه على وجه الارض، لكن انا اؤمن بان الكويت معطيه مساحه كبيره جميع الحريات. جميع الحريات، كل واحد قاعد يقول رايه بدون ما يتم محاسبته، يعني يعني حريتك تقف عند اعتدائك على حريه الاخر. نعم مثل ما تفضلتي. فبالتالي يعني لو نظرنا الكويت والولايات المتحده هي بلد الحريات، فبالتالي القمع اللي صار لهم خلال ساعتين فهذا يعني ما ينم عن ديمقراطيه، واحنا الحمد لله في تعاملنا سلس وبناء نعم. وهادف بما يخدم المواطن ويخدم الوافد. نعم، يعني احنا ايضا نعول ونتمنى بان الوحده الوطنيه هذه ما تكون فقط كلمه، نعم. تكون فعل، واعتقد ان الوحده الوطنيه جسدت في اكثر من طريقه. نعم. ويمكن انا الحين بكسر شويه على جانب ثاني انت ما تبيني اتكلم لا فيه. لا بالعكس، لا وياك انا قاعد اقول اسئلتك اللي تقولينها من غير اي شيء. وايضا في نفس الوقت شاعر، يعني الكلمه سلاح باكثر من نعم. منطلق. نعم. فانت شلون قدرت او شنو الكلمه اللي تحاول انك تعطيها للشباب وللمواطنين باخر دقائق من بس انا يعني انا يعني لو يعني رجعنا بالخلف، يعني انا ترى كنت كاتب في جريده يعني ما سوى دعايه، فصارت حادثه في مجلس الامه قبل فتره وكنت في ضيافه يعني مجلس الامه شخصيه دقيقه نطلع. فبالتالي صارت حادثه غير يعني مضبوطه في داخل مجلس الامه، وكتبت فيها الكويت بلد الوحده والوحده الوطنيه، ما يعني جبلنا على هذا البلد الطيب البلد المعطاء. رسالتي اليوم احنا هنا الحين امام وزاره الدوله كلها، وزاره الداخليه، يجب تامين كافه نعم. المساجد على طول. نعم. يجب اليوم الناس الحين في الاعياد طالعين في المسرحيات والسينمات وكذا، تامين دور العباده، الاماكن هذه السياحيه سواء المسارح او السينمات، لان المواطن في يوم بيعيش في فرح بيطلع، فبالتالي لا تصور الرهاب والخوف في البيت يجلس. هني وزاره التربيه يجب تعديل المناهج، ويجب عدم تقليل من الطوائف الأخرى، كلنا سواسية. وزارة الإعلام يجب عليكم تكثيف الإعلام باستمرار لما يخدم الوطن. القنوات الثانية اللي هو طبعا نتكلم نعم. كافة الوزارات الدولة تخدم دولة الكويت. نشكرك دكتور عيسى العميري أستاذ العلوم السياسية، أدري كان بدك حكي تقوله وايد بس ما قدرنا الوقت ضيق. في النهاية عزيزي المشاهد احنا تأكدنا بأن الكلمة أقوى من ألف سلاح، وبالتالي ممكن لأنها تأثر على المخ وتكون بالفكر، وبالتالي يا أما أنك تكون إنسان صالح أو طالح. في النهاية محتاجين منك شيئين، الكلمة والفعل، لأنك فيك خير والكويت تستاهل. مع السلامة.